الندوة التي تعقد في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر المبارك، وذلك لوضعكم في آخر مستجدات سيرورة هذا الحراك. تحية رمضانية نضالية لجميع المنابر الإعلامية اللي لبات الدعوة لحضور هذه الندوة الصحفية بتنظيم أكيد وتأطير من التنسيق الوطني قطاع التعليم والتنسيقية الوطنية للأساتذة الثانوي التأهيلي والتنسيقية الوطنية الموحدة. أكيد أن المكونات كاملة الحمد لله بقى المجموع وباقي ما حقوش المطالب ديالهم، لذلك هما كاملين دابا الحمد لله. اللي كان كيراهن على أنه يشتت هذا العمل التنسيقياتي راه الحمد لله فشل في هذا المخطط ديالو. إذا بداية كنعزي الأساتذة والأستاذات والأسر ديالهم، وكذلك الأسر تاع التلميذات المغربيات اللي توفاو في هذيك الحادث الزلال، الحادث المؤلم للأسف اليوم الأحد، اللي كيبين بأن ان الاساتذه اللي كان كيزايد عليهم وكيقول كيضيعوا التلامذ. ها انتم الدليل واضح واللي بغى ينكروا. للاسف الاساتذه يوم الاحد اللي عندهم يوم عطله، العطله نهار الاثنين عاد خصو يمشي للمقر ويدوز على الاقل هذاك النهار تاع رمضان مع الاسره ديالو ويفطر مع والديه. هذاك النهار غيمشي وغيشد وسيله النقل. اش نقول لك، حشومه نقول لك وسيله النقل هذيك 207 باقي كيركبوا فيها الاساتذه في 2024. إذن كنا كنركبوا صراحة مع المعيز مع البهايم مع البقار مع لانكري مع التقضية تاع السوق. المهم لا لقيتي بلاصة ما لقيتيهاش، راه كتركب فوق خنشة ما عندكش مشكل، كتقلب بحال هكاك بحال عندهم عادي. هما ما عندهمش مشكل، هما تقلب أستاذ ماشي إشكال، ما يهضروش حتى عليها. ما خرج لا ناطق رسمي يتكلم عليها، ما خرجت وزارة التربية والوطنية تكلمات ولا تحصرات ولا كل ماتشي. للأسف ما رغم الاحترام ديالنا اللاعبين تاع الكرة، ولكن كل ماتشي لاعب كرة ولا شي فنان من هاد الفنانة اللي كيسيئوا لينا في الإعلام، كرة أقيمت الدنيا ولا تقعد، كرة تعازي والحفلات تأبين، وكرة علم الله الأوسمة كتعطى لهاد الناس والترقية مباشرة للأسر ديالهم. وعلى شنو ضحايا الزلزال ديال الحوز ما تسوق لهم توا حتى جينا حنا كنضغطوا عاد هضروا عليها. وكذلك هاد الضحايا ديال هاد الحادث المأساوي للأسف اللي كيكرس، وهذا سبحان الله ما بغيناش يوقع، ما بغيناش كيألمنا. لحقاش حنا جربناه، حنا حتى حنا تقلب بينا الكار في 99 ثلاثة الدورات تاع الجبل غادي المقر العمل ديالنا في طاطا، وخلف ما خلف. للأسف ماشي المقام أنني نشرح لكم تفاصيل، أكيد غنشرحها في لقاءات أخرى. اللي كنأكد عليه هو أننا كنستنكروا هاد للأسف هاد النية المبيتة لحطم الكرامة. يعني خرجنا في أكتوبر أننا ترجعوا لنا الكرامة، ما بدلتوا حتى حاجة، الاتفاقات باقي ما وفيتوش بها، ظروف الاشتغال ها انتم شفتوا نموذج من هاد النماذج، انتم شفتوا وسائل النقل اللي كيركبوا فيها الاساتذه، الاساتذه باقي كيديروا اوتوستوب في لوتوروت، باقي الاساتذه ما عندهمش سكن، باقي الاساتذه كينفقوا من مالهم الخاص باش يوفروا وسائل الاشتغال، ومع ذلك كتجرؤوا توقفوهم. إذن للاسف نتحسر حنا كذلك كما كيتحسروا الاسر المغربيه على الواقع تاع التعليم والواقع تاع الترتيب تاع المغرب في التنميه البشريه مرتبه 120. للاسف كنا كنستنكروا، تقولوا ياك ما كيلعبوا في هذه الارقام. حنا كنشوفوا تبارك الله ثقافه ديال الاسمنت حاضره، ولكن للاسف كينساو بان هذه سميتها التنميه البشريه. اذا الشعار ديالهم هو ان البشر قبل الحجر، راه ماشي مشكل انك تستثمر في الحجر وتبني وتعلي، ماشي مشكل، ولكن صبق البشر هو الاول. واش حتى 2024 باقي بنادم كيركب في 207 ويتقلب لك تحت الجبل؟ هذا راه استاذ صاحبي، كيفاش غالناس تبغي تصيفط ولادها يخدموا في التعليم؟ كيفاش تشوف هذيك لاكسيدون تشوف ولادها مكركبين تحت سبعه؟ تقول لي الافات كتوقع لكل شيء، هي كتوقع لكل شيء، ولكن انت في المسلسل حشمو، انتم صاحبي في المسلسل بغيتو تشوهونا. جايبين الاستاذ سروالو مخاصم مع صباطو وكرافاتو مخاصمه مع الجاكيطه، زعما ثلاث درجه الاستاذ ما عنده لا ذوق ما عنده لا شنو. راه كان على الاولى انتم بعدا تحشموا اعراضكم وانتم تفكروا كيفاش تعوضوا الاستاذ على الهندام. لكنتوا حريصين على الاستاذ انه فعلا يتهندم، وحنا عارفينكم بانكم ما بغيتوناش نتهندموا. حنا الفئه اللي تهندمات وراك شتونا في التصريحات ديالنا الحمد لله، وماشي من جديد. الناس راه كيعرفونا باننا في المقر العمل ديالنا من 1999 وانا كنلبس هذه البدله اللي كتشوفوها رسميه وكذا.
والبدله اللي لبسها اليوم ما غنلبسهاش غدا، لانني خصني نفتح التلميذ الشهيه ونحاول ما امكن نبدل هذيك التمثلات اللي بغيتو ترسخوها على رجل التعليم بانه بخيل ولابس مونطو ديال مزغب ديال المش، راه شاريه غير من البال وراه ما كيعرفش يلبس، وراه مسكين هو اللي كرسلوه في مناطق تبارك الله الزليج والكرانيت تمايا، وراه راسينو على الغيس الصباط كيتوسخ ليله. اذا حنا عارفين الواقع في كترسلونا نخدمو، اذا كنستنكروا كذلك هاد المسلسل المنحرف، إضافة لمسلسلات كثيرة اللي كانت منحرفة اللي استهدفت نساء ورجال التعليم، حتى الفئة تاعهم، حتى أساتذة التعليم العالي كانوا مستهدفين، كيصوروا أساتذة تاع التعليم العالي مغرمة بطالب ومرمدة وتابعة الطالب ديالها، في حين أن أساتذة التعليم العالي كان من أولى أنهم يمثلوا يوريونا الواقع تاع التعليم العالي، كيفاش المختبرات كاينة، باقيين أستاذ التعليم العالي باقيين حاطين ليه جرانة وحاط ليه شنو اسمه، حاط ليه بولة ولا دارة كهربائية، هذا هو المختبر العلمي اللي غادي جونا، وشو وريه الميزانية ديال البحث العلمي، وريه الاكتضاض اللي كاين في المدرجات في الجامعة. ودرتو هنا كذلك في مسلسل تاع الطهر بالفرياط، العون من أعيان المنطقة اللي كيتحرش على الأستاذة وهي ساكنة في القسم، كيحاول يضغط عليها باش تلبي ليه النزوات ديالو المنحرفه كذلك، ومن ما بغاتش مشى للمدير تاع مؤسسه ودار له القطبان في السوق وشواليه القطبان باش يعاونوا في هذه المهمه. للاسف هادشي درتو لنا في هذا المسلسل، درتو لنا في مسلسلات وجبتوا لنا القاعه 8 وبينتوا لنا بان الاستاذه اعصابها مسكينه وكتلامذ منحرفين وكذا، وكيستهزئوا بالمساعد التقني اللي هو العون تاع المؤسسه وكيحيدوا له طاقيه وكذا، وتتوريهم ما يديروا. اوكي هذا ما جبتوش البدائل، شنو هو البديل اللي جبتوه؟ فينا ما جبتوش لنا بدائل. اذا بالتالي هذا الاستاذ بغيتو تروجوا بانه كيمشي يطلب الام تاعو تيقول لها دبري عليا باش نشري المدام راه كتوحم. هذا هو اللي بغيتو، بان القمه ديال الفقر هادشي راه كيسيء ليكم ماشي كيسيء لينا حنا، راه حنا قادين بكم، راه حنا شتونا في التصريحات ديالنا، شتو القوه تاع رجل التعليم وشو الهندام ديالو بينوها. لكن كنت مأكد بانني قارئ علم النفس النضالي وعارفكم شنو باغين، داكشي علاش كنضربكم في مقتل، عارفكم بانكم بغيتو تسوقوا الصوره يا رجل التعليم اللي ما كيعرفش يتهندم، لانكم بغيتو تفرضوا عليه يلبس اللون الكراجي واللون الفاري، لانه هو اللي كيصبر الوسخ في المناطق اللي كترسلونا فيها الخدمه فعلا الغيص والغبره. استاذ خصو يبقى يلبس هذوك الالوان زوينه، هذوك الالوان السروال ما كيبانش فيه الوسخ باش يفقد الذوق ديالو. اللي عطاونا ضغمه الغبص حاره عطيك 25 درهم في النار كزياده، وتي وكنخرجها منك والتوقيفات، وغنشوهك في الاعلام وغادي نحاول ما امكن حتى واحد ما يبقى يحمل اسم سميت استاذ ولا معلم. لا الحمد لله النتيجه كانت عكسيه، المنابر الاعلاميه كلها ضامنت وربي جابنا البديل. بغيتوا تشوهونا؟ ها هو جا شنو سميتو باسو، ها هو جاب واحد السلسله اللي المغاربه كلهم اعجبوا بها، اللي ما كلفات الميزانيه تاع الدوله تا درهم، صفر درهم، وبينات على الكالات، وحنا كنقولوا هاد الكالات بين قوسين هما اللي وقفونا فعلا، الهواتف ديالهم هما اللي وقفونا، هما اللي اقترحوا الاسماء ديالنا، داكشي علاش حنا كنقولوا بان التوقيفات كانت سياسيه. للاسف راه تشوفونا كنا ما يمكنش يكون عندنا نموذج اساتذه كيلبس هكذا بهذه الطريقه وكيتكلم بهذه الطريقه ونخليه يكمل، ما يمكنش، لا خصنا نهبطوا ليه الراس ديالو، نهبطوا ليه حيت هذا ما عندوش ثمن، ما تشراش لينا، ما لقيناش الثمن ديالو، بالتالي هذا هو اللي خصنا نربيه ويوليو الاساتذه يهربوا منهم وما يبغوش يتلاقاوهم ويخافوا منهم، لانهم للاسف حالات استثنائيه، وحنا بغينا واحد النموذج اللي نحطوه في المجتمع تاع الاستاذ اللي كما قلت لك استاذ الدريويش شعرو مشعكك، فهمتي مع القرايه تبارك الله كيقرا بزاف وكذا، وراه مع استاذ فتاوي تيكون شعرو مشعكك وما كيعرفش يتهندم وما كيعرفش يلبس، ونعطيه مسكين هذيك الوزره ونقول ونسميوها الهندام الترباوي، هذاك هندام هذيك وزره، هذيك وزره اللي يمشي يشري الاستاذ بغيتو تفرضوا عليه يشري وزره ب 60 درهم ولا 70 درهم ولا ابعد تقدير 200 درهم تتكمشها بوحدها، تتوب منين مصايبه هذيك الوزره تحشم تقول لي انت تلبسها، كما قلت لك يولي بحال مورسايكوك رغم الاحترام تاعنا لمورسايكوك. هذا توقيف مؤقت، ولكن هما عارفين بان التمثل تاع المجتمع كيسمع توقف تيقول حق راه حبسوهم، هذا هو اللي بغاو، اما احنا عارفين توقيف مؤقت غير قانوني في شطط في استعمال السلطه، ولكن وبغيدو يجرجروا بنادم كما قلت لك، كل ما يربحوا الوقت باش يدوزوا حوايج اخرى، يدوزوا نظام اساسي، يدوزوا التقاعد اللي جاي دابا ان الاستاذ غيولي يخدم 65 سنه، دابا راه كاين 63، تزاد النسب تاع الاقتطاعات من التقاعد، اي تم التفاف على هاد الزلزال 10 ما يدوزوش للتثقيف كما كيقولوا النقابيين هادو، دابا كيقول لك بان ما يصحش في التثقيف مباشره، تحسب لي غير سنوات اعتباريه حتى يدوز سلم 11، خارج السلم كذلك
غيلتفوا عليه. راه دابا امور واضحه، راه دابا ولاو كيقولوا بان كذلك تسيلوا الترقيه حتى لسبتمبر ولا اكتوبر عاد تحط اللائحه تاع الترقيه، وغادي نقترحوكم. والاساتذه اللي سمعتهم دابا كيهضروا على الملفات تاعهم ضحايا النظامين، راه دابا ولاو ضحايا تاع ثلاثه الانظمه دابا تاع 87 وتاع 2003 ودابا تاع 2024. كذلك المتقاعدي التقاعد النسبي اللي وعدهم بزرهوني كمدير موارد بشريه قال لهم غتستافدوا من خارج السلم، ها هما دابا كيتسائلوا وغالبا ما غيستافدوش كما كيقولوا لهم، يعني الناس اللي تقاعدوا كتقاعد نسبي هاربين من المهنه. وهذا هو بالنسبه راه كيهربوا المهنه بسبب هاد المسلسلات، بسبب هاد المسلسلات وبسبب هاد التراجع للاسف اللي كيضرنا حنا، كيضرنا كمواطنين كمغاربه. كيفاش استاذ في دوله اللي عندها تبارك الله شوف المرتبه ديالها في الكره تاع القدم ياك وتقدمنا والمرتبه ديالها في مجموعه من القطاعات، تلقاو هاد الصوره تاع الاستاذ في مسلسل بحال هكا وتقول لي الخيال الفني. السي هذا راه رجل تعليم، هذاك راه المقدم، هذاك راه المحامي، حنا ماشي كنحجروا على اي انتاج فني، ولكن الانتاج الفني يعطي النماذج والقدوات الايجابيه، يعطيها الصوره الحقيقيه ديالها. شنو كتصور للتلميذ المغربي؟ كتصور لانك لا مشيتي حركتي للطاليان ولا حركتي اسبانيا راه غتولي الوضع تاعك افضل من هذاك اللي يتابر وغادي يقرا، اذا ما تحتاج تقرا، فهمتي؟ بارك عليك، حدك كاتريماني تير خدم في الكابلاج ولا 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 دخل شي نادي تاع الكره صدفه، اطلع غير صدفه وغادي يبقاو يتنافسوا عليك عباد الله. اما الا بقيتي في البلاد ديالك غادي تكرفص وغادي تمرمد وغادي تولي واخا توظف غتولي تدبر عليك الوالده تاعك باش تشري لمراتك داكشي اللي كتوحم عليه. وتحيه نضاليه للجميع، والموضوع طويل وهمهم طويل واكيد غادي نكملوه في لقاءات اخرى، وتحيه نضاليه للجميع. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.